عم حازمك نحاول في خلال الاعوام الماضيه على مثل الاعوام الماضيه عن مدينه عفرين هو رفع هذه الميليشيات المدعومه تركيا من المخابرات التركيه بشكل مباشر. يعني تقرير مونيتور اللي ظهر حديثا هو قام بعمليه تاكيد للربط ما بين الميليشيات والمخابرات التركيه بالتنسيق المباشر مع المخابرات التركيه. يعني الاتراك كل شيء بيعتقد ان تركيا هي موجوده من اجل حمايه الشعب السوري، فهم واهمين الرئيس التركي هي مجرد عمليه مصالح للمنطقه حسب الرؤيه التركيه. لذلك لا نرى الاعلام التركيه ترفرف في جميع المدن السوريه التي يجب أن تكون محررة ولكنها ليست محررة بحقيقة الأمر. السيد جكر، بصفتك منسق فريق تقصي الحقائق عن مدينة عفرين، كيف يمكن الاستفادة من مثل هذه التقارير أمام المنظمات الحقوقية والدولية؟ نعم سيدتي، بالنسبة للتقرير المونيتور الصادر هو مثل ما خبرتك هو عملية جمع البيانات كافة الأدلة والوثائق التي الناشطين المنظمات الحقوقية التي قامت بتوثيقها على مدى الأعوام الماضية، وقام توثيقهم كلهم سوا حتى طلع هيك تقرير. هذا التقرير يعني تركيا راح تكون في مأزق اليوم، تركيا هي في مأزق، إما تقوم بجلب هؤلاء إلى المحكمة الدولية، والتي يعني راح تصل المحكمة الدولية، يعني الأمريكي في محادثات مكثفة مع تركيا للضغط على تركيا من أجل إيقاف، لأنه كلهم بشكل موثق وليس تقارير إعلامية. ولكن تركيا اللي عم تحاوله هي دفش بعض المنظمات انه تقول عفرين منطقة آمنة، عفرين يعني تمويل بعض المنظمات انه تدافع عن تركيا، ولكن هذا الشيء لم يجدي نفعا لتركيا. لذلك حتى الاوروبيين والتقارير تقصي الحقائق في خلال شهرين راح يكون صادر، راح يكون لهجة جدا قوية بما يحصل كله بالأدلة الموثقة بالصوت والصورة من قبل حتى ما يحدث من إضافة إلى كل ما تفضلت به، هل من الممكن أن نشهد تغيير في المواقف الأوروبية؟ نعم سيدتي، بالتأكيد سوف نشهد، لأن المشكلة هنا لدينا فقط لأن تركيا هي حليف بالناتو، وتركيا بنفس الوقت تلعب على وتر اللاجئين وهي شريك مع روسيا ضد يعني الشعب. ولكن حتى الشعب يعني صار يقوم بالمظاهرات، يعني كما رأينا في جبل الزاوية حتى الشعب السوري في جبل الزاوية صار يقوم بالمظاهرات ضد قوات تركيا. يعني رجب طيب أردوغان بيحاول يضحك على الشعب، ولكن الأوروبيين حتى الأمريكيين تحديدا يعني انتبهوا على هذا الشيء. لذلك اللهجة راح تتغير، الضغط مستمر، لن يكون هناك تدخل عسكري بالتأكيد، ولكن تركيا يجب أن تتمثل الأوامر الدولية لأنها حليف بالناتو أو راح تكون بمأزق. فلذلك أنا أعتقد تركيا راح تضحي بالميليشيات الموجودة إن كان أبو عمشة أو غير أبو عمشة. بس نقطة خليني أركز لك عليها بالنسبة للارتباط، حضراتكم ذكرتوا أبو عمشة، يعني هذا المرتزق نعم لديه صلة مباشرة بشكل مباشر مع القوات مع المخابرات التركية بالاسم. لدينا المنسق التركي الذي يتعامل مع أبو عمشة بشكل شخصي، هذا الشخص ما عنده حتى ولا رتبة، يعني هو ليس حتى جندي، ولكن هو يحكم جنرالات في المناطق المحررة التي يجب أن تكون محررة بأوامر تركية مباشرة بمخابرات تركية. ولدينا نعم لدينا المنسق التركي من أنقرة لإسطنبول، من إسطنبول إلى المناطق القريبة من تركيا، حتى العناصر التركية يقوم بشرائهم يعني بدولارات، وكلها بشكل موثق، أسماء جدا موثقة، وقمنا بإخبار حتى الخارجية الأمريكية، لجان تقاسي الحقائق لها خبر، كلهم بشكل جدا رسمي. لذلك الضغط راح يكون أقوى بالمرحلة القادمة. شكرا على كل هذه المعلومات، كنت معي من لندن جيجر حسين، منسق فريق تقصي الحقائق عن مدينة عفرين، شكرا جزيلا لك.